بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله عبده ورسوله، أرسله الله لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره، وعلى آله وأصحابه دعا بدعوتهم وعمل بسنتهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، وعشركي سدح بقل إيا اللح إيا طمانات أوصي رضا الرسول كامدة عليه الصلاة والسلام أيضا مع المكان أن أغشى كينه ارتدادك ارتداد إيا حكم كذا وحبضا نوحان كيني روحا مرتد كاللغوت اللي صفاتك او يالكرو ايا قيب او كصبا يسمو سيدا او نقوكرو مرتد كاحكام تلقوليها رائدة اي لادة عشر كاينا ما عشر كاشا كاينا يدلك مرتد كا سيدا علمدو اي تيري وعيرهن لا يقتل المرتد إلا إذا كان بالغا عاقلا. روح مرتد أو ردوب كبرني كدو ردوب، لكن ردوب وإن رد صحة هات ردوب دعاية أو وبسيط إذا عدا لمربو مركو يهي بالغ قانكار عاقل أو حستي سدرين كيسو أو جرو لم يتب من ردته أو سنكته مكينين، وثبتت ردته بأي سقناته بإقرار قرتان أو سقى قرته إنه رده بيبو قرته أفكيسو كشيغ أو شهادة أما شهادة كمر خاتي فرتي علمده وحي اسكو وافقين مركة حالده حاصل لهلو أو صفات كاللغي هلو إن دل كيسو أو واجب أو سويلي بسو نأهي لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وها الدليله او رمينا يا هذا الكاس رسولك قول كيس عليه الصلاه والسلام او يركي الدين تيس بدله دلا معناه محل وجهه اسوء اسلام اهي ايو وحو قال كفر بو قال دين تبو كفر دبي اما وحو يهوديان اهي أما نصراني بان أحي أما شوعي بان أحي أما بوديستان أحي أما وثاني بان أحي وحاسو شيغي مرحدو دين تيسو ساو أبدلو أو دين لآن أبدلو لغا أقبل مايو محايا إلى إله قول كيس أي دليل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سسور إلى روحه إسلام ماذا وحان أهينو لغا أقبلا مجرتو روح إسلام با لغا أقبلا إياه مركا وحاو دليل رسولك قول كيسا عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ما حلال أهبور روح مسلم دي كيسا إلا بإحدى ثلاث سدح مدوضا مو يعني الثيب الزاني والروح عرمل أما قروع نين إيا نقوحو هذا أو الزينيستي والدلاء هذا مسلم يهي أو أصابو حتى قبا أما فري أو الزينيك له والرجمين هيا ونفسه بالنفس نف دي شيء نوالو دلاء أو قصاص ما لوغو دلايا والتارك لدينه
كي دينتي سكت كاتري إيرشي توري نوال تلايا المفارق للجماعة جماعة فارق أو إسلام كبحي إسلام كا جماعة لغوش يغي وا إسلام حديث كبخاري يا مسلم ابن مسعود بيكوريين أي كوريين مركا أهل علم وحيكو اسكو وافقين روح مرتد كا دلكي سو إنو واجب يحي هاداي هاوين تانا إن لدي لأيو عند جمهور العلماء علماء بطي تيهدا أكتيهدا أو أن حنفيهدا أهي حنفيهدو وحي ليكن والا حيرا موياني ناك تهدي شدو ويجلع سنتهي ويدبع سنتهي هنقرق راشنكا أي الوقود عريريها وانا اللحيرا حبسيها لقيها مركا إيدا با إسكعب صدو أنت مركا سوء وقلات ساسي ليهين وكو انك ورقبن كو حتى جرا او اسقرحي هاي هرك اي كغارين ان النفس الضوضة كو عيار الدين تودا ومبدا انك ورقبن وي وايه مركا هدي لي رشوحي ان ريدو اي جاسوس ولا ديلا حديث كان هو شيغا مركا ان جاسوس لديلي كره بشيغا وصوتي ركوبي ولي بوحا لديلي كره جاسوس عن ذاتك أدلي نين مسلم هو شهادتين كونا واقع يو قرآن كي أخرها يو أساق إسياسي ميها يو أساق الله أكبر رها يو أيالي جاسوسات هاي وقال لكو دلعي قال بات هاي مرتد بات هاي حديث كان موقلا وحوليا حلو دم امرئ مسلم روح مسلم ديكي سحلال معها إلا بإحدى ثلاث سدح متكو ذا لكو دلعي الثيب الزاني والروح قروب نقضي اما النكاح حدك قبا اما حدك هو النكاح سد افري نين ايا ناك وحوكي هبا ولا تلابور حتى توسي رجال مركا ولا خرج منها وليبا ونفس بنفس نفل تلا قصاص ايا كي دين تي سكتك او جماعة اسلام كفاروقي اسلام سواد العظم كهاي ايو كبحي ولا تلا حديث كان نوكا جاسوس مسلم تلاكو ما تعلو مركا جاسوس مسلمة إلا تلو ننكي شيئ قاية حكا جاسوس قالا والا عركي أو نبي قوتل عليه الصلاة والسلام عين المشركين وي. مشركين تا عين تودا عين تاو حالو رجد أو إن دهو وي إن دهو نوا جاسوس مركا تاس رسول كوا شيئي جاسوس أو قالا لكن جاسوس مسلمين لكو تلاي دين تا إسلام كالو ما شيئي تدك أهلو علمك وحي عطينا يا مرتدك إلا الدلبة إني واجب تاي واسا دو ردة صحة أي تاي لكن ردة أو ما ركتي إذو البقى فرتكو في قيسو أو عسكريك إيا كان قرقة حيستا إيا كان أمير بياناتك إيا كان مضح بياناتك أو روح والبا مرتداتها قفت أو كالهور إمانا يو إيا قرقة أو ما ركتي لونتك جيلي تاس ما ركتي ردة داد لقدلي كرماها وأداد حناقسن أو ما ركتي دونعية أنا أمدان أنه قمعتان وحكا لأيسان أهرين مركب هوانتنا وقالوا صدري وقال الدلع يا باليري لكن حنفيدو ما أقول حديث الدودو إن لحيرو أي أقشة هاي وحي بقى بتعبا وفت الضمر كا أنا يسان محوق هاي وحاس حاملي كارين وحي إنك ورقبين كو أنت السوء منك إسكو سوحيرا إسغر حين يحلق حتى اللي قجره مركب كواس كميتيشين مركا وحاوي مركز طابة والعقة أو إسبدلو وحاد مدى إني حالة إني آدم كنو أي إسبدلا مركا وحالة شيئا إلى أم مروان إني ردو دي تا حديث كاو حاسو دلي شنعي قولادا أوران إيسا هاوين كا دي ردو دان وان لدلايا هاوين تا أمر كيدو إحو قاري رسولك عليه الصلاة والسلام فأمر أن تستطابة رسولك وحو أمري إن لغا توبة ضلبه إن تابت فذاك حطيت توبك ينتوش وإلا قتلت والدلاية تقتل وجوبا حتما والدلاية وانا عبوره حديث معاد ابن الجبل لقوري نبي عليه الصلاة والسلام مركو يمن أدري إنه يري أيما رجل ارتد عن الإسلام فدعوه روح كستا أو محوقة هاي ماركتي إسلامك
كرتدوبة ويد وع. فإن عاد فذاك حضو صور نقطة إسلام كون نقطة واسد الدوني وإلا فالله رب عنقه سركي سقراء. وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فدعوها فإن عادت وإلا فضرب عنقها مركا. وحاكو جرت حديثك قريب تيسا دمبو هو كستا ودين تا إسلام كر الدودة ويد إسلام أوع حدي إسلام كون نقطه واسد الدوني حدي نقويس ويسان إسلام كون نقطه سركي ذا اللقويو. ولو حديث كاس طبراني أو وريه معاذ ابن الجبل أو كوري ابن حجر نقول سنة في سوى وناك سنيحي لكن قلقها لانتوت أياه الله عفو كتل ما بيسا وياه ولو صنع فهين. قال الحافظ ابن حجر وإسناده حسن وهو نص في موضوع النساء فيجب المصير إليه ساسوك رأسية شيخنا وعوكو ليه هو نص لكن دوت كجرة وقراته وحديثة موضوعه لغو صوتري حنفيده وهي ليه قفتا هوينكا مركيش الدودو وإن لا قصبة إسلام كالغو قصبة وإن محوقها لغو قصبة حبسي إلا إيكاد إسلامتو أبا إيكاد إمتو ويحبسي كاكول إمتو محايا لي جرم بيبايكا شيء وين مركا وقت كاستابا مالين كاستابا أما سد أحدي مال بوضبا وعلى قراءة إيدو إسلام كالغو حنبارا يو مركا هدي أودلو روح دق دقاية وحبا أساق مركا مدل صار أو وحبا الله مرهبو بحيلة شوب هاجر تميشي ساس دارات ديدا أيان أساق اللي ودلي هدو روح دق دقا سيف كو حنبارو أنبا حبط قفت دمركا هو حريد أو إسلامي مدى اللي كاري واي مركا وحي ودليش ودليلو ودليلهم أولو مضى دليل كودة بضن وجمهورتا على عدم جواز قتل المرأة المرتدت هو قوله لا تقتلوا امرأة بو كوة دهاية ناك دل كيدا مبنانا وحي ليش هاوين حد لنا أميقا يريبور. وفي حديث صحيح آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء هاوين كدل كيدا وخريبي حديث كلا كسرنات لكن ولأن القتل لدفع شر الحرابة لا بسبب كفر إذ جزاؤه أعظم من القتل عند الله تعالى وي ساس أي لين مركا وحا أي ضلب عيان سيد عن صوشي إن لقى توبة ضلب إن لحرو إن يبدبدا أي حراته لكن قلع سبا هذا الكوكو إن لو بندقى يا إسلامك حنفي هذا أكتاد واجب أهان وصنة إيقا صنة كدقين لكن علو ماذا كلا أكتاد قفتها ديش التودو وواجب إن هرتا هرا استتابا لك اليو طبعا بيدنا بحوء هاي شبهها طائقة شفانتو سيد ذاكركا روح مرت الدوبو إلا شبهة إني جرتمو يعني سيد أحمى الموتنا والله حينا يا والله حبسا يا سيد أي قبت حنفيدو إسلام كاللو بانيقا ما بحط إسلامو واسيد اللي دوني هدي كالي وإلا الدلاية مركا محايا لحديث كبا ميشي يا لمن بدل دينه فاقتلوه مركا دلك يا إسكالا مركا هل الدلو قفتها ديش الدودو دين تسلام كوا قفتها لكن يا دلاية لا يقتل المرتد لا يقتل المرتد إلا الإسلام أو نائبه مدل الروح مرتدك إلا إمامك موياني الإمام أدلاية بور أما نائب كيسا كو حقين كيسا أي دلاية حطوحان نقوكرا كيسا محكمة بان نقوكرتا محايا لما ذحوينها أمر رئيس الجمهورية أمر بقرك محكمة لها كان نائبة هذا محكمة لها وح أمر ومحوقها هاي تلك حكومة لكن والله صحيحة. فإن قتله أحد أحد هدود له بلا إذنهما إمام قيا النائب كيس الأنطوت أساء وعزو حمام بوسمي وانا لتعزيرا يا ولكن لا لمانا بقتله لمان كما ضلنا عيو دلكي ساسق او دلي انت تقدر دلكو هذا هذا انت قفت لغا توبه ويدين بها هاتو وايه وحان مركه او رغمنينا روحه مرتدك مال كيسا حكم كيسا يا تصرفات كيسا خلافكم جرو روحه مرتدك
هدو إسلامه مالك يسو إنو يهي أو ملك كيسا كون قنايو خلاف كوما جرواي مركا لكن هدي أو ننتو أمدلو أمد دار الحرب أو هلاو أو آدو دول قالو أيو آدي أما دول قالو بكور في الدولي مالك يسو تزول أمواله عن ملكه مالك يسا حكم أهان وأزولا ولو حتى قعنتيسا بها كجرو أصغو قعنتيسا كجرو أيو سن ملكيتيس أو سن لحين مركا والاسكو خلافي إنو ملك كيسا روح في الدولي مالك يسو ملكيتيس إني موتك أي كتكت وحدي أو لنتو أي محوطه أي سمكي سكامد أهي أمال لدلو أمال دار الحرب أو قارو وأيه أبو حنيفة قول كيسو سيدا كو عدو صحيح نكو شافعنا أو قب في أظهر أقواله الثلاث مالكنا أو قب سيدا راجحة هذا الكوضة وحويه أولو روح مرتدك مال كيسو إلى حاطة ردد لقب اللابو إن لجوجينايو أو أساق حجز لطول سارايو والحرة مالك تصرف كيسا ارتدادك سبب تيسا لو حرة انت أو مصير كيسا كسوق نادو أول مركو غهر سبا هدي كفر كيسا لتحقيقيو مالك والحرة نعان تالوغو نقايا هدو إسلامو وحانو عداتي ملكي إنو قعانتيسا كون نقونايو هدي أو مقلنتو أمبال لدلو أو ردد اللي قدلو أما سدار الحرب أو حالة أو لحكمية مركاس إنو دار الحرب جوغو وحانو عدانيسا ملكي كيس إنو زولي أساقا ملكي يديسو أي سوشي أما شيس أي كسوشي بمجرد ردته ردتي سو كليئة أي ملكي يدكو بابا أضي وايهي لكن أبو حنيفة وحو وحي أو كسبضي حالد هرو إسلام كنتو سر الدول وحلو وريجها ورثديس مسلمين لأن رديس بمنزلة موته أي أحاطي مركا وحاحك يقول بأي إن مسلم أو رحلو وحي أو كسبضي حال رد مركا ورداد حال بيضا كجري وفي أسنا مسلمين تا إسكالي بيت مالك أي لغو دجينايا سيداس أي سبقنا يحي مركة تصرفات المرتد حال الردة مركة تهي تصرف كيسة إيو شاقديسو مركة وفردادة كجرو بيعيسة إيو شريحيسة إيو هبديسة إيو لاميسة مركة أي ساس أدعان أو وحس أو ساميو والجو جينايا سيدة أبو حنيفة أو قبو ويحي شافعيتنا وحي لاذا روح مرتدك اسم ديسة أيا مركة هره دور الدبابة وحاك بعيسة محوقها ديبلوماتية ديسة بعيسة حسانة ديسة بعيسة خدديكو بعيسة دل كيسة واجباية اسمت ماله يا بعيسة أو مال كيسو أسغن قانتيسو كبحا محايا لأسمة نفسدة أيو راعيا حسانة نفسدة أيو راعي سوي بابي أيسا أساقنا وحو لوبان لكا دل هدو سنصور نقن إلى موتك والقتل يؤدي إلى الموت لما شدو أما دلك لدلها موت بيقار سينيسا والموت تزول به الملكية ملكية أكو سوليسا سيداس أي أرانا يعني مركا هذلك مرتدك وحان السرعي لدو شاء الله مرلبات فرقك أول حي قالك أسلقة إيه كانت عشرك الدنبو يوم قدونا إن شاء الله عشرك إلي مرتنا هلك أيوكو السمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.